مثلث عنده ثلاثة ديال الزوايا، كاين الزاوية اللي تتعلق بمشاركة المواطن ومنها الفصول 12 14 و15. جالس الجماعات الترابية عن وضع آلية تشابك للحوار والتشاور لتيسير على ذاتها. سيداتي والسادة، أيها الحضور، نحن في مجلس العمالة نكمل مثل هذه المبادرات. صباحكم سعيد. اليوم كالعادة نتقاسم مع المواقع الإعلامية المتميزة بجهة طنجة والحسيمة، وخاصة المواقع ديالكم اللي كنعتبروها من المواقع النشيطة ونشيطة جدا في مجال تتبع الرأي العام وكذلك الشأن العام المحلي والجهوي. فاليوم كما كتشوفوا نحن نشهد بناء إضافة جديدة للديمقراطية التشاركية بمدينة مرتين. لا البارحة ولا اليوم كان عرس في مدينة مرتين بهذا اللقاء التواصلي اللي أعطى ثماره بإنشاء مكتب المواطن بمدينة مرتين، ما فضاء جميل للتشاور للحوار والاستماع وتقاسم التجارب. فكما كتشوفوا اليوم هذا الصباح فتحنا ورش آخر إضافي اللي هو ورش تقاسم التجارب، مجموعة من الجماعات غيقدموا تجربتهم وغيعطيو أفكار وغيعطيو إضافة لتجويد مضمون النظام الداخلي لهذا المكتب. كما أن نحن في إطار إعداد واحد التصور لتنظيم الملتقى الوطني للديمقراطية والحكامة الذي سوف تحتضنه مدينة تطوان طيلة أيام 7-8-9 ديسمبر بدعم كامل من المؤسسة الألمانية كونراد أدنور وشريكها الأساسي مؤسسة المبادرات من أجل التنمية والمرصد الجهوي الحكمة الترابية بمعية مجموعة من الشركاء دوليين ووطنيين لإنجاح هذا الملتقى. لابد من التركيز على ثلاث نقاط أساسية. أولا إشراك جميع فعاليات المجتمع المدني، غيكون لقاء كبير غنستمعوا وغنتقاسموا وغيكون واحد الورشة خاصة بدور المجتمع المدني في تنزيل الآليات الحقيقية للديمقراطية التشاركية. مكتب المواطن اللي أخذ أبعاد يعني جهوية وطنية أيضا، هو مشروع تم انطلاقه في 2019 من مبادرة من المؤسسات ديالنا، مبادرة من أجل التنمية، بتعاون مع المرصد الجهوي الحكمة الترابية وأيضا المؤسسة الألمانية كونراد أدنور. مكتب المواطن هو مشروع للتنمية الاستراتيجية لمواكبة نموذج التنموي الجديد وأيضا التنمية للمملكة المغربية تحت يعني القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. مكتب المواطن هو أيضا فرصة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، خصوصا الهدف رقم 16 الذي يعد من أهم الأهداف من خلال الحكامة الجيدة وأيضا السلم الاجتماعي. اليوم المغرب يعني متفوق جدا في هذا المجال، خصوصا في البعد الإفريقي والشمال الإفريقي والشرق الأوسط، وهو أحد يعني النماذج المهمة في التنمية. مكتب المواطن أيضا هو فرصة لخلق نموذج جديد في التعاون بين المواطن والإدارة على المستوى الوطني والمحلي، خصوصا لأنه اليوم مكتب المواطن كيدمج ثلاث أبعاد مهمة: أولا حق في الوصول للمعلومة، ثانيا تبسيط المسطرة الإدارية، وثالثا والأهم هو مشاركة المواطنة. من خلال مؤسسة المبادرات من أجل التنمية ومشروعها مكتب المواطن كنحاول ما أمكن أنه نخلق صلة وصل وثقة جديدة بين المواطن يعني المؤسسات الترابية في المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. بعد افتتاح مكتب مارتي اللي هو 11، نطمح ايضا على تغطيه جهه طنجة والحسيمة من خلال مكتب المواطن، وايضا توسيع هذا المكتب على المستوى الوطني، وايضا يعني المساهمه في تنميه المملكه المغربيه في جميع المجالات. كان من دواعي السرور ديالنا نحن كهيئه استشاريه تواجد بهذا الحدث الاول من نوعه بمارتيل، وهو تنزيل مكتب المواطن على ارض الواقع. كنتمنوا انه فعلا يتم تفعيل هذا المكتب هذا وتوفر فيه جميع الشروط باش تسهل الولوج المواطن وولوج كذلك اشخاص ذوي الاعاقه لاخذ المعلومه، يكونوا تسهيلات من جهه ديال الجماعه، وكذلك احنا بدورنا كهيئه مستعدين لاي مساعده ممكن نقدموها اللي تسهل على المواطن او لاشخاص ذوي الاعاقه انهم يولجوا المعلومه. طبعا هذه المبادره التي هي مبادره المكتب المواطن هي سياسه قرب وديمقراطيه تشاركيه كتنزيل الدستور المغربي، لكن في الحقيقة على أن تفعيل هذا الموضوع لابد أن يكون له تتبع وأن يتخذ إجراءات حقيقية على مستوى الممارسة.
المغاربة في حاجة إلى هذه المبادرات. لماذا؟ لأننا في الحقيقة عرفنا بيروقراطية حقيقية على مستوى الممارسة ديال الإدارة، والإدارة في المغرب باش نكونوا على مستوى واقعي خصنا نشتغلوا عليها من ناحية ديالاش، من ناحية ديال سياسة القرب، من ناحية ديال تسهيل المساطر، من ناحية ديال تحديد الإجراءات التي ينبغي أن تكون ميسرة للعمل المواطن. فلهذا مكتب المواطن في الحقيقة مبادرة رائعة، وليست مبادرة عاطفية، ولكن هي إجراءات مؤسساتية يتحمل مسؤوليتها الجماعات المحلية، يتحمل مسؤوليتها كذلك وزارة الداخلية، ستنعكس في المستقبل على تسهيل وتمرير مجموعة من المساطر التي هي في الحقيقة يمكن أن تكون مساطر إجرائية أكثر منها يعني تعقيدية. Aujourd'hui, nous sommes dans un séminaire ici à Martyr et on a ouvert le bureau citoyen, le 11e bureau citoyen. C'est une série de projets que nous faisons ici dans la région Tanger-Tétouan-Al-Houssema. Et nous avons une procédure d'ouvrir, d'inaugurer les bureaux citoyens dans les communes en collaboration avec les communes et les régions, la région. Et c'est accompagné par les renforcements de capacités. Donc ce sont des formations différentes que nous faisons en collaboration avec des organisations étatiques. Comme hier, on avait une présentation de la Commission nationale pour la protection des dates, des informations basées sur les personnes. Mais en plus, on a aussi des formations avec des experts internationaux. Donc cette année, on a déjà fait 2-3 activités avec des experts de l'Allemagne, là où la fondation a été créée il y a 60 ans. Et là, on a discuté sur les nouveaux programmes comme les conseils des citoyens ou les projets des audits des citoyens. Donc voilà, donc ce sont quelques idées. Nous sommes en train d'échanger avec les communes et les responsables. Et voilà, donc ça c'est un peu l'idée de notre projet de bureau citoyen. Après la région de Tanger, est-ce qu'on verra d'autres collaborations avec d'autres régions? Donc aujourd'hui, on a déjà quelques communes qui n'ont pas encore créé des bureaux citoyens qui suivent nos formations. Donc par exemple, il y a des communes qui peut-être vont ouvrir ou vont commencer les procédures dans les mois ou les années prochaines. On a aussi. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فيبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.